السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير في صحة جيدة ان شاء الله. فيديو اليوم غادي نقدمكم ان شاء الله هاد التشكيلة نتاع الحلويات كما كتشوفوا معايا، كيجي على هاد الشكل، اكثر من 3 انواع نتاع السابلي بعجينة جد رائعة وهشة، وكيجي الكاطو بنين وكيدوب في الفم. بقاو معايا، تبعوا معايا المقادير والطريقه. على بركه الله، عندي هنايا 4 البيضات حارات المطبخ، حمرا حمرا تاع الحلويات 15 غرام، وعندي 250 غرام تاع الزبده بحراره المطبخ، وعندي ربع تاع هاد الكاس تاع ما زهر، وعندي سكر سنيده، وعندي الدقيق تاع الحلويات. المهم غادي ندير على حسب المقادير، على حسب هاد المقادير غادي ندير الدقيق. تقريبا ندخل لي هنايا تاع الدقيق 600 غرام تاع الدقيق اللي دخلتني. اول حاجه غادي نديرها، غادي ناخذ هاد الزبده، ضروري ما تكونش تكون جبتها من قبل، ما تجبدوهاش مباشره من الثلاجه وتستعملوها، ضروري تكون يعني طريه يعني بحرارة تاع المطبخ، باش غادي نخدموها بحال الكريمة باش الحلوة ديالنا تجي رطبة وهشيشة. غادي نضيف لها، المهم إلا بغيتي سكر كلاصي سكر سنيدة تقدر دير سكر سنيدة ولا دير سكر كلاصي. أنا هنايا غادي ندير سكر سنيدة، المهم غادي ندير واحد الكمية قليلة ماشي بزاف، لحقاش الحلوة ما غادي من بعد من طيبها كلشي غادي نشكلها، ندير فيها ضروري يعني الكونفيتير ولا مهم اي واحد باش يزينها الشكلاط ولا كل واحد ويزينها باش ما بغى. المهم انا هنا غادي يعني نستعمل التزيين ديالها بالشامية او حلوة الترك، كل واحد كيسميها، كتجي بنينة بزاف البنات. بقاو معايا باش غادي تشوفوا هاد الطريقة اللي غادي نستعملها، اللي غادي نزينوا بها هاد الصابلي. غادي ناخذ هاد الزبدة غادي نخدمها مزيان مع سكر سنيدة، درت انا هنايا سكر سنيدة قليل ماشي بزاف، درت واحد 7 المعالق كبار ولا 8 صافي، وغادي نخدمهم مزيان بحال الكريمة باش تذوب ديك الزبدة مع هاد الخليط. وانا كنخدم هاد الخليط في نفس الوقت غادي نضيف البيض هاد الطريقة، مهم يد راني نخدم بها ويد كندير بها البيض، نخدمو مزيان مزيان هاد العجينة. مهم كل واحد الطريقه تاع باش يخدم اللي يخدم بها، مهم راكم الطريقه نتاعي. نضيفو تدريجيا هذا البيض حتى نكملو، وفي الاخر غادي نضيف ما زهر من بعد وخمره تاع الحلوه عندي 15 غرام، وفي تال الاخر غادي نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصلو على واحد العجينه متجانسه. مهم نستمر في التخليط والبيض مباشرة بعد ما درت الأخرى. أنا درت هنا 4 البيضات. المهم هاد المقادير كيعطيونا يعني كمية كتيرة نقدر نشكلو بها أي عجينة وحدة، نشكلو بها أي شكل عندنا وأي مرشم عندنا نقدر نشكلو بها هاد الحلوة للعيد وحتى من غير العيد، أي مناسبة المناسبات. غادي نجمع هاد العجينه وفي الاخر غادي نضيف هاد ما زهر. المهم انا درت هنايا ما زهر، تقدروا تنكهوا باي نكهه تعزز عليكم، انا تعجبني هاد النكهه تاع ما زهر في الحلوه، كتجي فيه بنينه في الحقيقه، كتجي زوينه، كيعطي واحد النكهه رائعه جدا. تقدروا ديروا يعني السيترون الحامض ولا القشر الحامض ولا اي نكهه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها، ولا السكر فاني، كل واحد يدير اللي بغى، داكشي على حسب كل واحد يعني راه فنان في المطبخ ديالو. المهم هنايا تبلوكات لي كاميرا هنايا البنات. المهم ضفت الدقيق مباشرة بعد، المهم كما قلت لكم تبلوكات لي كاميرا ما عرفتش علاش، كنت حاسبه راني نصور ومن بعد بقاتي واقفه، لقيت في الفيديو داكشي ما قدرت لا نقطعو لا حتى شي حاجه. المهم هنا درت الخميرة الحلويات ودرت ما زهر،
ودرت وجمعت الدقيق تدريجيا حتى حصلت على واحد العجينة متجانسة على هذا الشكل اللي كتشوفوه، يعني ما تكونش تلصق لنا في اليدين ولا، باش كنشكلوها كما ما بغينا نديرو بها اللي بغينا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، يعني عجينة رطبة تاع الصابلي. ودرك غادي نقسمها ولا نشكلها بها اللي بغيت. غادي نضيف هنا شوية الدقيق لحقاش بانت لي شوية تلصق في يدي، وعادي نجمعها ومن بعد غادي نمرو باش نقسمو هاد العجينة كما كتشوفو، يعني كمية كبيرة. انا يعني نقسمها على 4 ولا 5، يعني شوية شوية هكا باش يعطينا واحد البلاطو متشكل ومتنوع نتاع الحلوى نتاع العيد. هنايا عندكم كما كتشوفو درت 5 تاع العجينات، كل وحدة باش غادي ندير بيها المرشم وكل شيء. عندي هاد المرشم هنايا وعندي واحدة اخر، المهم عادي بقاو معايا باش تشوفوا جميع الاشكال اللي غادي نحصلوا عليهم كما شفتوا معايا في الاول تاع الفيديو. عندي هاد الشكل عاود، هادو هما الاشكال، ونقدر نكورهم حتى بيدينا نديرهم اي شكل، ندير في الشكلاط وداك الشيء، كل واحد يتفنن في المطبخ ديالو كما ما بغى. انا كنعطيكم اي فكره من الافكار ديالي اللي كنستعملهم في المطبخ نتاعي، ونتمنى يعجبوكم. وهنايا غادي نسرح هاد العجينه تاع الصابلي، نسرحها مزيان مزيان باش غادي نشكلو بها نشكل بها يعني الاشكال اللي بغيت. انا نسرحها درت فوق هاد البابي نتاع دو كويسون باش ما يلصقش، غادي نحيدو وغادي نسرحها هكا مباشره. ومن بعد غادي ناخذ المرشم اللي عندي، تقدروا تستعملوا اي مرشم عندكم في الدار، انا هادو هنايا راه كان عندي هنايا في الدار، يعني نخدمه بالموجود وصافي. غادي نسرحها هكا مزيان، ضروري تكون رقيقه رقيقه باش راه فيها الخميره تاع الحلوه. الخميره تاع الحلوه ملي كنديرهم يعني ملي كان سيرتو خصوصا انا هنايا غادي ندير حبه فوق حبه، يعني كيجي السمك ديالها نديرها رقيقه ومع الخميره تاع الحلويات كتطلعها في الفرن. ضروري نخلي واحد السمك رقيق باش ملي تجي حبه فوق حبه كتجي عاليه. هنايا خديت هذا المرشم كما كتشوفوا، غادي نشكل بها شكيلات بكل سهوله على هذه الطريقه. المهم نحيد داك الزايد اللي خرج لصق لي في هذا المرشم. شكيلات زوينين وسهلين. غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نكمل مهم كل عجينه، غادي نكملها باش تعطيني الكميه اللي بغيت. ومن بعد غادي نمر باش تشوفوا الشكل الاخر، ومن بعد غادي نديرهم في الفرن في الصنيق اللي يدخل الفرن على درجه الحراره 180 درجه حتى يطيب ونخرجوه. هنايا عندي هاد المرشم عاود كما كتشوفوا على شكل مربع ومستطيل على هكا، يعني كيجيو زوج بزوج، وحده فوق حبه وحبه فوق حبه. ضروري نزيرو باش يخرج لنا الرشمه نيشان. او الشكل الاخر عاود، المهم هنا عجينه اخرى عاود سرحتها، ما نوريكم جزء من الاجزاء لحقاش باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف وما يجيش ممل. هنايا درت هاد المراشم هكا بحال هاد الدويره نتاع المرشم عاديه، وعادي ناخذ ندير حتى هي باش تجي حبه فوق حبه، وعادي نثقبها في الفوق لحقاش ما عنديش ديالها هذيك كما راكم تشوفوا بوحدها على شكل دائري. وهنايا عادي ناخذ عندي واحد المرشم كيجي في الوسط هكا، هادو بحال نستعملوهم الحلويات ولا حتى المملحات هكا كنزينو بهم الفوق. كنحيد ندير هكا نجيمات في الوسط باش هكا من تجي حبه فوق حبه كيجي في الوسط من عمرها الكونفيتير ولا الشكلاط ولا هاد الخلطه اللي غادي نتاع حلوه الترك اللي غادي نعمر بها هاد الحلوه، كيجي داك التزيين في الوسط وباين الشكل ديالها كتجي هكذا على هاد الشكل، يعني شكل ساهل ماهل. وهكا كيجي عندنا واحد البلاطو متنوع ومتشكل نهار العيد.
كما تشوفوا معايا هنا، ندخلهم نديرهم في لاطا اللي يدخل الفرن، ومن ندخلهم ضروري نقابلوهم ما نخليهمش يطيبوا بزاف، حقاش في الساعه لقاش رقيق في الساعه يطيب. ومن بعد كان بعد ما طيبت الحلوه كامله كما تشوفوا، غادي نمر المرحله تاع التزيين. عندي هنايا كما تشوفوا حلوه تاع الترك تاع بالشوكولات فيها، وديك النكهه تاع اللوز، ما هي فيها اشكال وانواع، كاين تاع اللوز كاين تاع البيستاج كاين تاع الشوكولات. هنايا اللي عندي تاع الشوكولات، غادي ناخذ واحد الكاسرونه كما تشوفوا، وغادي ناخذ واحد الكميه ماشي كاع لحقاش راه لحقاش ندوبها فوق النار على نار مهيله، ما نجهدولهاش باش ما تحرقش كما تشوفوا هنايا. غادي ندير واحد الكميه فوق النار حتى يعني ديك الحلوه تاع الترك تدوب كامله وتعطينا بحال كريمه حقا هي في اللو. غادي تشوفوها معايا من بعد ما من بعد ما غادي نديرها فوق النار، غادي دير تعطينا واحد الكريمه عاقده يعني ماشي خفيفه، وباش غادي نرجعها خفيفه غادي نخلط معاها واحد المعلقه ولا جوج معالق نتاع كونفيتير اي نكهه بغيتوها كما تشوفوا. هذه هي من بعد ما طيبتها فوق النار على نار مهيله، راها في الساعه لحقاش نقص البوطه، وعندي هذه هنايا قلت لكم بالشوكولات علاش اللون ديالها هكا كتخرج بها واحد الريحه زوينه بزاف. وهنايا غادي ندير واحد جوج معالق تاع الكونفيتير باش نخففها باش تولي عندي شويه خفيفه كما تشوفوا، بصح كتجي زوينه البنات في الصابلي كتجي اكثر من رائعه، كتعطي واحد المذاق واحد البنه اللي تجي زوينه. اجربوها متاكده غادي تعجبكم. انا زينت بها كل شيء تقريبا الصابلي، المهم تقدروا ديروا الكونفيتير ولا الشوكولات ولا، المهم هذه كفكره تاع التزيين كتجي فيها بنه وفكره تاع التجديد كذلك علاش لا، كنجدوها هكا حتى المذاق كيجي مذاق جديد وزوين كذلك في نفس الوقت، كتجي خفيفه هكا يعني خففتها بالكونفيتير. ودرك غادي نمروا مباشره للتزيين. راك شفتوا معايا الحلويات اللي شكلت بهم، يعني درت شكيلات هكا شويه شويه. هنايا عندي هذه تاع المستطيل هكا ندير حبه فوق حبه، غادي ندير واحد الكميه قليله في الوسط وندير فوق هذيك اللي متقوبه ونحطوها صافي. يعني طريقه سهله وبسيطه. هنا يعني ندير واحد الكميه كما كتشوفوا، يعني ملي كتشوفوا هذه الكريمه كيبان لكم بحال كيبان يعني بحال الشوكولات ولكن هي ماشي شوكولات، يعني في الحقيقه كتجي المذاق ديالها احسن من الشوكولات كتجي زوينه. وهنا الشكيل داك الثاني حتى هو، المهم نوريكم شويه شويه جزء جزء من الفيديو كما قلت لكم من قبل باش ما يجيكمش طويل بزاف. وراني نستمر على الطريقه حتى كمل جميع الحلوى اللي عندي، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا البلاطو تاع الحلوى من بعد ما زينته وشكلته. هنايا عندي هاد الدويورات زيتهم هكا بداك داك المرشم مدور عادي، ودرت فوقو زينته شويه بال هاد الكريمه تاع الحلوى تاع الترك، وغادي نفندو شويه القوقو حتى هو كيجي شكله زوين ومذاقها كان دي قوقو مهرس على هاد الشكل، كتجي لها هكا هاد الشكل زوين حتى هو. وبقات لي حتى شويه بالعجينه يعني كورتهم عاديين تكورات عاديين، غادي نديرهم في الكونفيتير ونوات كوكو صافي. هذا الشيء اللي كان، وبقاو معايا باش تشوفوا البلاطو من بعد ما زينتو، ونتمنى يعجبكم. بقاو معايا هيا البنات التشكيله نتاع اليوم كما تشوفوا، سته تاع الانواع نتاع الصابلي بعجينه وحده، عجينه سحريه وحتى المذاق كيجي اكثر من رائع. نتمنى هاد الوصفه او هاد التشكيله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها للعيد. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلايك وتعليق، ولاول مره يدخل القناه ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصله كل ما هو جديد. والى اللقاء وصفه اخرى ان شاء الله.